اللي جاي احسن ان شاء الله، ومبروك للنادي الاهلي. ويمكن في نقطة كابتن انت يمكن قلتها، او هي دي اللي لفتت نظرك، او دي لقطة المباراة امبارح. الفوز كان طبيعي فعلا، لكن ووليد سليمان اللي عمله ده طبيعي جدا، مش جديد علينا. ولكن ليه السيد عبد الحفيظ النهارده مدير الكورة بيقبل رأس وليد؟ الحقيقة انه النهارده في ناس، يمكن تابعتوا ده كلكم، في ناس بتحب الفلوس جدا، محدش بيكره الفلوس، بس في ناس ممكن تبيع نفسها عشان الفلوس وتستخبى تحت الشعار اللي يقول لك ايه ده، انا بدور على الاحتراف. وفي ناس ممكن بتتلون بهذا الكلام كتير جدا، مره اصل انا عندي التزامات، ومره تانية لا تقول لك العكس، اصل انا عايز بطولات. دي ناس الحقيقه ما استحقش ان احنا نبص عليها كتير او نتكلم عنها. دي ناس بقى بتفكرنا بوليد سليمان، دي ناس هتدخل خلاص في طي النسيان اللي احنا بنتذكره النهارده وليد. الناس التانيه دي خلاص ما مش مهمه، بكره هيرجعوا، وبكره هيتمنوا الجمهور يرضى عنهم، وزي ما قلنا خلاص بيتنسوا، لانهم نسيوا الاهلي عمل معاهم ايه، وهم كانوا ايه، ولما ارتبط اسمهم بالنادي الاهلي اصبحوا ايه. ان كانوا نسيوا ممكن الجماهير تفكرهم، لانه الجماهير عارفه كويس قوي، حافظه تاريخ كل واحد، حافظه كل واحد بيعمل ايه. في ناس تانية عايشه في حب الاهلي زي وليد، عايشين لاسعاد او ارضاء الجماهير، مبسوطين. شوفوا مؤمن زكريا في عز ازمته، جمهور الاهلي ومجلس الاداره عمل ايه معاه، ازاي دايما كانوا سند ليه، هيفضلوا وراه. واحنا الحقيقه عندنا امل كبير جدا في عوده مؤمن زكريا، انه يرجع تاني للملعب ويلعب، وربنا يشفيك يا رب حبيبي يا مؤمن، وكلنا معاك، والاهلي عمره ما هيسيبك. وشوفوا النهارده وليد سليمان معشوق الجماهير، اللي ولا بيعرف يزايد ولا يتباع. وليد سليمان اللي عمل المستحيل علشان يبقى موجود في الاهلي ويشتري الاهلي، بيكتب النهارده اسمه بحروف من ذهب زي اللي سبقوه من اساطير الاهلي. الاهلاويه بيشيلوه فوق دماغهم، هيفضل دايما مرفوع راس. وليد سليمان لسه بيعمل المستحيل، وشفنا يمكن في اكتر من مره عمل ايه ساعه التجديد، لانه مش مجرد لاعب يا جماعه، خلاص اصبح رمز. وليد سليمان رمز، كل يوم بيزيد حلاوته، بيزيد تالقه، يعني كل ما بيكبر بيحلو عند الناس زي ما بيقول. عرفت ليه بقى سيد عبد الحفيظ بس راس وليد؟ انا اللقطه دي اللي هي لفتت نظري جدا في اللقطه، وانا زي ما قلت لك انا وليد يعني على المستوى الشخصي كمان بحبه جدا.